السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشني وحشني اوي والله. معلش انا اتأخرت عليكم، انا جايبة النهاردة سمك وهقليه، سمك كبير يعني، هنضفه وهقليه حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم، سمك كده بالله. رجع لكم حبايبي، رجع لكم. انا هنضف يا حبايبي، رجعت لكم اهو، انا رجعت اهو. وادي السمك بتاعنا حبايبي، خلص، نضفته اهو، سمك كبير وحلو قوي، شبار قلبه زي الفل اهو، بصوا جميل قوي جدا جدا جدا. انا دلوقتي هعمله قدامكم بالتقليه وهوريه لكم، وراجع لكم حبايبي. انا رجعت لكم حبايبي اهو، هولع البوتاجاز، هعمل ايه؟ بصلة تقلية عشان اعمل بها ايه؟ السمك. احط الزيت اهو، ادي الزيت اهو بتاعنا، انا حطيت الزيت، احط ملح كمان. ترجمة
لو رب ورق ايه لون نعلب البصلة رجع لكم حبايب البصلة اهي بدأت تحمر اهي معايا ايه معايا توم وفلفل وكمون وشطة وبتاع جنزبيل وفلفل وتوم وكمون وشطة هحطهم على البصلة كده ايه مع بعض شايفين يا حبايبي بعمل ايه اهو هقلب كده مع بعض فلفل اخضر يبدا طعم شايفين بعمل ايه بدأت اهي تحمر الأكلة دي صعيدي أكلة صعيدي طبعا لما تحمر والبصلة تتهري أروح أحطي فيها السمك أكلة جديدة يعني مش بس هي قديمة بس في الصعيد مش هنا طريقة جديدة لكم يعني بعملها لكم كوباية مية كوباية مية اهي هسيبها بقى تتخر شوية وارجع لكم حبايبي انا رجعت لكم يا حبايبي ادي البصلة اهي بتاعتنا اتهرت استوت خالص هاريتو شايفين هدفع عليها هدفع عليها الوقت جايبة دي كده اهو حطها هنا اهو كده اقوم حطها في الفرن بقى يا حبايبي في الفرن هحطها بقى في الفرن وارجع لكم حبايبي انا رجعت لكم يا حبايبي اهو السمك بتاعنا خلص وبصوا السمك بتاعنا بالتقلية خلص ده السمك ده صعيدي جدا حلو جدا 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 جربوه وانت تعرفوه طلعته من الفرن ريحته تشهي ريحته جميلة جدا جدا انا يا رب يكون عجبكم وانا بشكر اللي بيتفرج على الفيديو بتاع الف الف شكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.